بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، أهلا وسهلا أطفالي الأعزاء، تلاميذي الأحباء في قناتنا. إذا نحص 18 أنشطة الرياضيات سنة الثالثة ابتدائي، يلا ديروا هاد التمارينات. هنا يقالنا أجل عملية الجمع الآتية، يلا ديروا عملية الجمع تحكم. 4+7، 4+7 كم؟ 11. أكتب الواحد واستحفظ بالواحد. 3 والواحد، 3 نزيد لها 1 تولي 4. 4+4 8. 1+لا شيء، أنا ما عندنا والو، 1+لا شيء يبقى 1، ما زدنا له والو، تولي 181. العملية الثانية، إذن 7+4، 7+4، 7، 8، 9، 10، 11، إذن قلنا تساوي 11. أكتب الواحد وأستحفظ بالواحد هنا الفوق. 6 نزيد لها 1 هي 7، 7 نزيد لها 2 7، 8، 9، إذن تساوي 9. إذن نضم الأحد ونضم العشرات. جيد، إذن أحل مئات الآن. 8+1 كم؟ 9، إذن 991. هذه الآن 8+5 كم يساوي؟ حسب 8 وزيد 5، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 3 واستحفظ العشرة، استحفظها مع العشرات. 3 مش نكتب 13 هنا، إذن 3 والعشرة تاعها نستحفظها مع العشرات. يلا 5 والواحد 6، 6 نزيد لها 3 كم؟ حسبوا، إذن 9. 3+5 كم؟ 8، إذن 893. الآن هذه 7+9، يلا حسب، 7+9 كم تساوي؟ تساوي 10. كم تساوي؟ يلا هنايا 7+9، إذا 7+9 يلا حسبوا كم تساوي؟ 16. أكتب 6 وأستحفظ بالواحد. 16. 1 هنايا والصفر كنزيدو لها 1، يعني لا شيء نزيدو له 1 يرجع 1 برك، هذا ما كان. إذا 1 ونزيدو 7، 7 كنزيدو لها 1 شعلت وليت ولي 8. 4+لا شيء هي 4، إذن 480. أنا هنا 9+2 كم؟ 9+2 إذن 11. أكتب الواحد وأستحفظ بالواحد. 9+1 10، 10+5 15. أكتب 5 وأستحفظ بالواحد، 15. 8+1 9، 951. 2+8 كم يساوي؟ 10. 10 أكتب الصفر، يعني تاع الأحد، دائما نبدأ نكتب الأحد ونستحفظ بالعشرات، أكتب الأحد وأستحفظ بالعشرات. 7+1 8، 8 كنزيد لها 2 تولي 10، أكتب الأحد صفر وأستحفظ بالعشرات. 6+1 7، 7+3 أيضا 10، هنا ما عنديش واش نستحفظ، إذا هنا نكتبها مباشرة كاملة 10، إذا 1000 كما يكونش عندي وين نستحفظ نكتبها كاملة. هنا يعني 0+0 0، 5+5 10، عندي وين نستحفظ، إذا أكتب الأحد ونستحفظ بالعشرة. 2+1 3، 3+7 يساوي 10، أنا ما عنديش وين نستحفظ كملت، إذا نكتب 10، أيضا هذه يساوي 1000. أنا هنا 7+8 كم تساوي؟ إذا 7+8 حسبوا يساوي 15. أكتب 5 استحفظ بالعشرات. 1+1 2، 2+3 يساوي 5، 2+5 يساوي كم؟ 7، إذا 755. جيد، ضع ثم أجري عملية الجمع التالية. نفس الشيء هنا كتبوا هنا
عمودية حليناها مباشرة، هنا راهم كاتبينها أفقية، حنا راح نكتبوها عمودية ونحلوها. إذا نكتب بصح كي تكتبوا أطفالي نظموا، يعني الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات. إذا 555، 555 زائد 445، شوفوا الآحاد هاي العشرات، هاي العشرات نعم هاي المئات. إذا آحاد تحت الآحاد، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. بهذه الطريقة ندير تساوي ونحسب 5 زائد 5 يساوي 10. أكتب الصفر استحفظ الواحد. 5 زائد 4 9 و1 10 أكتب الصفر استحفظ الواحد. 5 زائد 4 9 و1 10 أيضا ويساوي 1000. هكذا إذا نظموا كي تكتبوا باش ما تغلطوش في الحساب. نفس الشيء هنا، إذا 560 زائد 140، أحد تحت الأحد، عشرة تحت العشرات، والمئة تحت المئات. ندير تساوي 0 زائد 0 0، 6 زائد 4 هي 10، أكتب الصفر واستحفظ الواحد. 5 و1 6 و1 7، يلا 700. الآن هذه 359 زائد 232، الأحد تحت الأحد والعشرة تحت العشرة والمئة تحت المئة تساوي 9 زائد 2 11، أكتب الواحد أستحفظ الواحد. 5 زائد 3 8 و1 9، 3 زائد 2 5، هي 10 تحت العشرة، أحد تحت الأحد، عشرات والمئة. نفس الشيء أنا 347 زائد 79، ما عندناش مئات، عندنا أحد وعشرات. أحد هو 9، عشرات هي 7، أما المئات ما عندناش، ما نكتب والو. تساوي 7 زائد 9 كم يساوي؟ يساوي 16، أكتب 6 وأستحفظ بالعشرات. 4 و1 5 و7 12، أكتب 2 وأستحفظ بالواحد. 3 زائد 1 4 زائد لا شيء، إذا تبقى لي 4، 426. الآن هنا يجرى سباق دراجات على 3 مراحل. إذا سباق دراجات راح نديروهم على 3 مرات، 3 مراحل. طول المرحلة الأولى 180 كيلومتر، 180. طول الثانية 234 كيلومتر. طول الثالثة 89 كيلومتر. ما هي المسافة التي سيقطعها المتسابقون؟ إذا المتسابقون راح يقطعوا المرحلة الأولى اللي هي 180، نزيدوا لها المرحلة الثانية اللي هي 234، ونزيدوا لها المرحلة الأخيرة اللي هي 89. إذا سيقطع المتسابقون 186، نزيدوا لها المرحلة الثانية 43، نزيدوا لها المرحلة الأخيرة اللي هي 89 وتساوي. إذا ندير العملية تاعي عمودية. إذا نرتب تحت الأحد والعشرة تحت العشرة والمئة تحت المئات، حاجة ضرورية جدا. 186 زائد 234، يلا نديرو واحد الكبير، نبداو بالكبير ومن بعد نروحو للصغير. هي عادي في الجمع، عادي عملية الجمع كي نديرو 4 زائد 2 أو 2 زائد 4 نفس الشيء، لكن معليش حنا ننظمو. نبداو بالكبيرة 234، نزيدو لها 186، نزيدو لها الصغيرة كاع 89، 11، أحد وعشرات الثمانية. حتى هنا في الكتبة مرحة ننظم، ويلا هنبدأ بالكبيرة والصغيرة. المرحلة الثانية هي الكبيرة، المرحلة الثالثة هي 186، عفوا الثانية، ومن بعد نجي المرحلة الأخيرة اللي هي أصغر مرحلة. يعني حتى كي كنت كاتبة مع الأول صحيح، لأن الجمع عادي، الجمع وين ما تحط الأرقام تاعك عادي، يعني تحطها هنا لو كان حتى هذه ونحطوها هي الأولى وعادي. لكن حنا باش ننظمو ونطيب ونحسبوا بطريقة يعني جيدة ما نغلطوش، راح نديرو بهذه الطريقة، نرتبو من الكبير للصغير. إذا 4 زائد 6، إذا نبداو بهذ الزوج قبل. 4 زائد 6 كم يساوي؟ 10. إذا هي عندنا 10، هذه 10 راح نزيد لها 9، شحال تولي؟ 19. أكتب 9 استحفظ بالواحد. جيد، هنايا 3 و1 هي 4، 4 نزيدو لها 8، هذه 4 نزيدو لها 8 هي 12، هادو زوج 12،
12 نزيدوها 8 شحال تكون لي؟ تولي 20. اكتب الصفر 1 20 والعشرة تاعها نستحفظ على هنا 20 هاتو جيد. الان 2 والاثنان 4 زائد 1 5. اذا انت 559 كيلومتر. 509 كيلومتر. وهنا نكتب ما هي المسافة؟ نكتب المسافة التي سيقطعها المتسابقون هي ندير زوج نقاط ونكتب 509 كيلو متر. جيد. اذا هنايا ابحث اضع اشياء من 1 كيلو 2 كيلوغرام 3 كيلوغرام 4 كيلوغرام 5 كيلوغرام على كفتي الميزان حتى يكون التوازن. اذا هادو المعيارات اللي عندنا، عندنا معيار تاع 5 وعندنا معيار تاع 4 وعندنا معيار تاع 3 وتاع 2 وتاع 1، يعني 1 1 1 يعني اللي نديرو هنا ما نديروهش هنا. مثلا هنايا عندنا 5 وهنا عندنا 6 لازم يكونوا كيف كيف، لان 5 راه صغير على 6. هنا شنو نزيدو؟ لو كان نزيدو 1 2 3 كنا هنا نزيدو 1 وهنا نزيدو 2 وهنا نزيدو 3. يلا نديرو معيار تاع 1 هنا نجيبو 2 3 يبقى لي فقط 4 و 5. هنايا 6 5 6 7 8 9 10 11 غادي نلقى 11 كيلو غرام. اما هنا شي يبقى لي، يبقى لي 4 ويبقى لي 5 بزاف تجيني كبيره 11 و 4 تجيني 15 كيلو. 15 كيلو راهي كبيره على 11 اذا ما نستعملوش هذه المعيارات نبدلو. هنا مثلا نستعملو واحد، نديرو هنايا مثلا واحد ثلاثة وأربعة، نشوفو واحد نديرو تاع واحد ونديرو ثلاثة ونديرو أربعة. أو واحد ونديرو واحد اثنين أربعة، واحد اثنين وأربعة. خمسة والواحد ستة، ستة عشرة اثناعش، درنا واحد واثنين وأربعة بقى لي ثلاثة وخمسة، ثلاثة وخمسة لا كبير 11 12 13، أربعة كبيرة تجيني 14 صح. واحد اثنين هنا ثلاثة مجاتش نديرو أربعة دروك يلا واحد اثنين وأربعة اش عتجينا؟ خمسة وأربعة تسعة عشرة اثناعشر، تسعة عشرة اثناعشر، ربعة اثنين ربعة اثنين واحد درناه، ربعة اثنين واحد درناه، ربعة اثنين واحد ربعة اثنين ربعة اثنين ثلاثة يلا منديروش واحد، ربعة اثنين ثلاثة. إذا تسعة عشرة حداعش جيني جيني كبيرة، نديرو واحد ثلاثة أربعة، واحد اثنين درناه، واحد ثلاثة أربعة، واحد ثلاثة أربعة، إذا تسعة عشرة تسعة عشرة حداعش. إذا هنا شبقنا بقنا خمسة، هنا ربعة درناها، ثلاثة درناها، باقينا اثنين نحسبو، ستة واثنين ثمانية، ستة وخمسة يلا ستة وخمسة حداعش اثناعش ثلاثاعش جيد. إذا ندمنهم، إذا هنايا راح نديرو خمسة زائد أربعة
زائد 3 زائد 1 تساوي 13 كيلو غرام. هذه الكفة الأول، الكفة الأولى، الكفة الأولى. الكفة الثانية شنديرو؟ نديرو 6 طبعا هما، نزيدو لها 5 كيلوغرام، نزيدو لها 2 كيلوغرام، ماشي مدناش تكرار، درناهم هنا درناهم شحال، وتساوي كي تبداو تحسبوا تصيبوا 13 كيلوغرام. اذا كفتين راهم متساويتين، راح يوقع توازن في الميزان. جيد، اذا هذه هي، خليكم في امان الله تلاميذ الاعزاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.